مشاهدينا ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول الدكتور سمير صالحه المحلل السياسي التركي. اهلا بكم دكتور سمير الى استوديو الرافدين. كيف يمكن فهم ما يجري على الحدود السوريه التركيه؟ هل ستتجه الامور الى تعقيد اكثر وتصعيد بشكل اكبر؟ نعم، مساء الخير. اولا احييكم واشكركم على الاستضافه من جديد. طبعا يعني التطورات كلها تذهب بمنحى انه تحديدا في موضوع عفرين أنه سيكون هناك عملية عسكرية تركية باتجاه القضاء على جماعات حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي في المدينة، لكن أظن النقاش سيتوسع أيضا باتجاه أكثر من نقطة، يعني باتجاه منبج وربما باتجاه نقاش حول شرق الفرات أيضا كما تعرف، لأنه هناك إصرار من قبل القيادات السياسية التركية على تصفية هذه المجموعات الإرهابية في الشريط الحدودي الموازي للحدود التركية. هذه المجموعات الآن حسب الأرقام الموجودة تسيطر على حوالي 70% من الشريط الحدودي. الشريط الحدودي هو 911 كيلومتر تقريبا كما تعرف بين سوريا وتركيا، ولذلك هناك إصرار تركي على تطهير هذه المناطق من قبل هذه المجموعات. هناك حدة في الرد الفعل التركي والموقف التركي إزاء وجود هذه القوة على الحدود التركية، ما الذي سيتؤثر وجود هذه القوة على الحدود التركية السورية في الجانب السوري؟ يعني ليس فقط أنه المسألة هي مسألة أنه هذه المجموعات تنسق مباشرة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي الناشط في تركيا، لكن هناك نقطة أساسية أيضا تصر عليها تركيا، أن هذه المجموعات أصبحت أداة بيد لاعبين إقليميين ودوليين يحاولون أن يؤثروا من خلالها على الأمن القومي التركي. ثانيا يؤثرون على الداخل السوري، محاولة فرض مشهد سياسي دستوري أمني جديد في سوريا. لذلك برأيي هذا الهاجس الأساسي في الموقف التركي. يعني دكتور، إذا كانت هناك تأثيرات على الجانب التركي كما ذكرت بأن هناك تنسيق سيكون بين هذه القوى المدعومة أمريكيا وحزب العمال الكردستاني والبيكاكا في تركيا خوفا على الأمن القومي التركي، ما الفائدة إذن التي ستجنيها أمريكا من وجود ميليشيا سورية ديمقراطية على الحدود؟ ما الذي تريده أمريكا؟ يعني طبعا هذا الخطة الجديدة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية لا نعرف عنها تفاصيل كثيرة، لا نعرف فعلا إذا كان هناك أولا دعم من قبل التحالف الدولي لها. يعني أنا لا أثق إطلاقا بما تقوله واشنطن في هذه النقطة تحديدا. لماذا؟ لأنه كما تعرف هذا التحالف نشأ تأسس عام 2014 في إطار خطة معروفة، الحرب على داعش كما قيل لنا وقتها. الآن ليس من حق واشنطن وليس من حق حتى التحالف الدولي أن يذهب بمنحى تأسيس جيش، لأنه لا اتفاقية تأسيس هذا التحالف ولا خطط التحالف تسمح له بذلك. نقطة أخيرة، أنه هذا الجيش يكون في الداخل السوري، مع من تنسق الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هذا الجيش على الداخل السوري؟ النظام السوري كما تعرف يعارض، قوى المعارضة السورية المعتدلة للجيش السوري الحر يعارض، لا أحد يقبل بتحرك من هذا النوع، ورغم ذلك واشنطن هي التي. إذن علينا أن نبحث عن مصلحة أساسية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال بناء هذا الجيش. إذن هل برأيك دكتور أن أمريكا تحاول استغلال الوضع السوري اليوم من أجل وضع يد قوية لها على الحدود السورية التركية من أجل استمرار في زعزعة أمن المنطقة؟ من الممكن يعني قول هذا الكلام، أتفق معك، لكن أظن أن المشروع الأمريكي أبعد بذلك، أبعد من كثير بكثير من ذلك. واشنطن الآن تريد أن تلعب هذه الورقة، أقصد ورقة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، باتجاه مشروع تفتيتي انفصالي. لكن الخطة برأيي كما أنا أتابعها أن واشنطن تريد السيطرة على مثلث استراتيجي حساس وخطير. هذا المثلث يجمع نقاط الحدود التركية العراقية السورية المشتركة، تريد محاصرة وتضييق الخناق على تركيا عبر جيش من هذا النوع، تريد قطع صلة الوصل بين تركيا والعراق، بين تركيا وسوريا عبر بناء كيان من بتنسيق مع هذه المجموعات. هذه النقطة الأساسية برأيي التي تقلق أنقرة الآن. نعم، مولود شغلو وزير الخارجية التركي قال بأن إذا أرادت أمريكا التنسيق وكسب طرف إرهابي تركيا تعتبره إرهابي وهو منظمة حزب العمال الكردستاني إلى جانبها فضلا عن تركيا،
الرد التركي سيكون مختلف والتعامل التركي سيكون مختلف مع أمريكا، ما التعامل المتوقع أن يكون من قبل تركيا للولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو التصعيد المتوقع؟ يعني بعد الآن برأيي الشخصي من الصعب جدا أن نرى تفاهم تركي أمريكي في موضوع هذا الحزب الإرهابي. لماذا؟ لأن واشنطن كما قلت لك بعد كل هذا الدعم وهذا التسليح وهذا التجيش لا تريد أن تفرط بهذه الورقة، لأن ورقتها الأساسية في الملف السوري الآن مبنية على هذه المجموعات. إذا فقدت أو غيرت من سياستها فهذا يعني تخليها عن هذه المجموعات ولن يكون بيدها ورقة أخرى. نقطة أهم من كل ذلك، الآن التركيز من قبل أنقرة كما أنا أتابع في الساعات الأخيرة ليس فقط على محاصرة الولايات المتحدة الأمريكية، بل على أن من تفترض واشنطن أنهم يقفون إلى جانبها في هذا المشروع، أقصد تحديدا الأطلسي. والبيانات التي سمعناها، المواقف الأخيرة التي سمعناها في الساعات الأخيرة لقيادات في حلف شمال الأطلسي تعكس أنه سيكون هناك تباعد في المواقف بين الحلف وبين الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أنه لا علم للحلف ببناء مجموعة من بهذا الشكل. ولكن وجود الحلف وتباعد في وجهات النظر بين الحلف والولايات المتحدة الأمريكية، هل سيؤثر هذا الأمر على إلغاء هذه القوة العسكرية إن لم يدعم في العلن؟ إن لم تدعم هذه القوة في العلن فهي أساسا تدعم من تحت الطاولة كما يقال. طبعا يعني معركة إدلب، معركة عفرين عفوا، برأيي في غاية الأهمية. ما الذي كيف ستكون، يعني ما هو السلاح الذي ستستخدمه هذه المجموعات في هذه المواجهة؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه نوعية السلاح ستساعد أنقرة أكثر فأكثر على إثبات حقيقة رددتها أكثر من مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي الآن تفرض بالشريك الأمريكي التركي من خلال تقديم هذا السلاح وهذه التكنولوجيا العسكرية إلى هذه المجموعات الإرهابية. هل ستمضي أنقرة وحيدة في عملية يعني عملية دخول سوريا ومعركة عفرين وباقي المناطق بعيدا عن أي تحرك يسمى بالدولي دون الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هذا التمدد الكردي؟ لا أظن إطلاقا أن أنقرة هي بمفردها الآن في هذه العملية في عفرين. الرئيس التركي اليوم كما تابعت أنت أيضا قال أنه هناك تنسيق مباشرة مع الجيش السوري الحر، المعارضة السورية جنبا إلى جنب، وهذا جزء من عملية درع الفرات أيضا كما تعرف. هذه لن تكون برأيي مشكلة، لكن المشكلة الأساسية موقف النظام السوري في الساعات المقبلة عندما تبدأ العمليات العسكرية كيف سيكون. لماذا؟ لأنه هذا النظام السوري يسيطر على الجزء الجنوبي من هذه المدينة في عفرين. هل سيفتح الطريق أمام دخول وخروج هذه المجموعات أم لا؟ هذه مرتبطة برأيي بما ستقوله موسكو أيضا للنظام في سوريا. نعم دكتور، هل تعتقد أن تمتد التصريحات والقصف التركي في عفرين إلى مواجهات مباشرة مع القوات الأمريكية التي تعتبر الداعم الأساسي لميليشيا سوريا الديمقراطية؟ هل من الممكن نشهد هذه المواجهة بين الطرفين؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقول كما تابعنا في الساعات الأخيرة أنه لا وجود عسكري لها في هذه المدينة في عفرين. أنا رأيي الشخصي من خلال المتابعة أن هناك مجموعات تقدم استشارات عسكرية، خبراء متواجدين. هل واشنطن ستسحب الخبراء أم ستتركهم هناك؟ إذا ما بقي الخبراء وخلال المواجهات العسكرية كان هناك سقوط ضحايا بين هؤلاء الأشخاص، هذا سيعني أزمة كبيرة في مسار العلاقات التركية الأمريكية. إذن على واشنطن بأسرع ما يكون أن تسحب جنودها إذا كانوا متواجدين في هذه في المدينة. إذا تركيا ماضية في هذه المعركة دكتور، عفوا لم أسمع. إذا تركيا ماضية في هذه المعركة ولن تسكت على ما يخص أمنها القومي كما قال وزير الخارجية التركي؟ لا أظن إطلاقا، يعني طبعا القيادات السياسية التركية تتحدث عن الأمن القومي. أنا أرى أنه المشروع يتعدى مسألة الأمن القومي التركي من خلال ما أتابعه في ليس فقط في موضوع عفرين بل في موضوع إدلب أيضا، موضوع الخطة التركية الأمريكية ككل في سوريا. أظن أنه هناك استهداف للداخل التركي مباشرة هذه المرة، لذلك هناك إصرار وتشدد في المواقف التركية. نعم، لو تحدثنا أخيرا دكتور عن الموقف الروسي من تطورات الأحداث شمال سوريا، يعني لا سيما روسيا تدعم بعض الشيء ميليشيا سوريا الديمقراطية، كيف سيكون الموقف الروسي وكيف سيكون التعامل التركي مع الموقف الروسي في حال كان
فيه شيء من الموافقة لوجود هذه القوة؟ يعني طبعا حتى الآن لم نسمع تصريح روسي رسمي واضح في موضوع العملية العسكرية التركية المرتقبة. هذا يحمل معه الكثير من الشكوك، نقطة أولى. نقطة ثانية، هناك أيضا وحدات عسكرية روسية داخل المدينة في عفرين. هل ستسحب روسيا هذه الوحدات خلال انطلاق العمليات العسكرية أم لا؟ نقطة غامضة. نقطة ثالثة، ربما قد تدفع روسيا لمحاسبة، لإجراء محاسبة وتقويم حقيقي، أنه المسألة تتجاوز موضوع مدينة عفرين هذه المرة، مرتبطة باستراتيجيات التقارب التركي الروسي. وأظن أنه لذلك لا أتوقع أنا مفاجآت كثيرة في الموقف الروسي بعكس ما تقوله أو ما تريده أنقرة. نعم الدكتور سمير صالح المحلل السياسي التركي، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.